نظم عدد من الصحفيين المصريين المقيمين في باريس وقفة تضامنية مع قناة الجزيرة وقناة الجزيرة مباشر مصر، وطالبوا بإطلاق سراح الزميلين محمد بدر وعبد الله الشامي المعتقلين منذ يونيو الماضي، كما طالبوا سلطات الانقلاب بكف أيديها عن الصحفيين وعدم المساس بحرية الإعلام. وقال المتظاهرون إن قناة الجزيرة لم تقم إلا بدورها الإعلامي والمتمثل في اطلاع المشاهدين على مجريات الأحداث في مصر. احنا ما بننساش الجميل، ما بننساش حد يعمل معانا اي جيست صغير يعني جميل اللي هم عملوه معانا. قلنا الحقيقه ما كناش نعرف ايه اللي بيحصل في مصر، احنا هنا عرفنا كل حاجه عن طريق الجزيره. القناه المصريه للاسف الشديد في وادي تاني، ماموره من الحاكم، ماموره من قيادات الانقلاب بانها توجه الكاميرات بتاعتها بس ناحيه الاماكن البعيده عن المظاهرات، البعيده عن الفعاليات. للاسف الشديد من يوم الانقلاب واحنا لم نرى اي قناه محترمه مصرية بتزيح شيء من الواقع.